المقابله اليوم كانت مقابله مزيانه، متعنا الجماهير ديالنا، حنا اولين باش اننا نحققوا 3 نقاط ما كتبش لينا، ولكن الحمد لله غادي نعوضوا ان شاء الله في الماتشات الجايه ان شاء الله ونفرحوا الجماهير ديالنا باش نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.